السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. شقيق محمد الريفي يفجر فضيحه مدويه بكشفه عن المسؤول عن تدهور وضع اخيه. فجر احمد الريفي خبير الشعر الشقيق التوام للفنان محمد الريفي فضيحه مدويه واثار جدلا واسعا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات، وذلك بسبب الكشف عن هوية الشخص الرئيسي المسؤول عن الوضع الذي وصل له شقيقه الفنان محمد الريفي. واختار أحمد الريفي حسابه على الانستغرام من أجل فضح المستور، متهما زوجة شقيقه في تدهور وضعه الصحي وأيضا التفريق بينه وبين والدته. وجاء في منشور لتوأم محمد الريفي: أنا الأوان أن تخرج عائلة الفنان محمد الريفي عن صمتها، حسبي الله ونعم الوكيل لكل من سولت له نفسه أن يفرق بين أم وابنها لغاية في نفس يعقوب الفاهم يفهم. وتابع باسم أمي الحبيبة وتاج راسي أمي أمينة، وباسمي أنا أحمد الريفي الأخ التوأم للفنان محمد الريفي، وباسم إخوتي البنات أخبر كل من يستفسرني عن سبب حالتي أن الحالة الكئيبة التي وصل لها أخي الغالي الطيب الفنان محمد الريفي ناتجة عن سوء التسيير والاستغلال التام والاحتجاز القسري والتحكم التام في شخصيتي وماله ومسيرته الفنية. الضغط هو الانفجار. كما اتهم أحمد الريفي زوجة شقيقه محمد الريفي عبر خاصية الصوري بالارتباط بشقيقه دون علم عائلته ودون موافقتها، وذلك من خلال مجموعة من الصوري التي انصبت في هذا الإطار، من ضمنها لا ثقة في المرأة اللي تقبل على راسها تزوج براجل بالأخبار عائلته لأزيد من 4 سنوات. يشار أن محمد الريفي كان قد أعلن أنه قد تعرض لتسمم ناتج عن السحر لم ينفع معه علاج داخل أو خارج المغرب. ويذكر أن محمد الريفي كان قد أثار مؤخرا جدلا واسعا عقب ظهوره في شريط فيديو وهو يتألم ويوجه نداء استغاثة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، مطالبا من الجميع نشر الفيديو على نطاق واسع. واستعطف الريفي متابعيه من أجل التدخل وإنقاذ حياته، وذلك من خلال شريط مصور مصرحا: عافاكم عتقوني. كما استعطف وزير الصحة خالد أي الطالب من أجل إنقاذه، وهو الأمر الذي استجاب له الأخير بعدما أمر بنقله إلى مستشفى ابن رشد حيث ظهر وهو يتلقى العلاج. فالله يشافيه ويعافيه، والله يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب.